هناك حماس اللي هو داخلي وحماس اللي هو خارجي. يعني الحماس الخارجي التي يأتي بالعقود أو بالأموال. يعني من الفترة هذه يعني كريستيانو رونالدو يعني ضمن يعني مستقبله هو وأولاده وأحفاده وعائلته وكل شيء. يعني ما يحرك يعني الشخص يعني يقوم وأن يتمرن أكثر من اللاعبين كلهم. من يعني يحفز يعني هذا اللاعب لكي يعيش هذا الضغط ولو أنه لا يحتاج لأن يلعب لأن يكسب يعني أموال وكذا. هو فقط يريد يعني تلبية واحد الرغبة اللي هي داخلية والكل يعني مهند الجالي وصباح النور والسعادة عليك وعلى الكابتن الكبير وبيروتي. هذه تشكيلة نادي روما. كرة مع بنزيما يلعب الكرة في الأبواب وداخل منطقة الجزاء ويا سلام أسينسيو يفتتح المباراة ويدون البهجة الأولى لعشاق الريال. مباراة تبدأ بأقدام أسينسيو. ما انتهينا من تشكيلة المباراة وما ابتدأنا إلا وبدأ أسينسيو المباراة بهدف أول وبهجة أولى وفرحة أولى لعشاق الريال. ولكن تمريرة ما أجملها من جارث بيل. آخر ذكرى كانت له هدف تشامبيونز ليج الخالد في النهائي. وبجمال ذاك الهدف وذكرى ذاك الهدف يواصل هذا الجمال الرائع. مباشرة إلى منتصف الملعب إسكو يلعب التمريرة هنا أمام. يا سلام على النقلة تغيير اتجاه اللعب بصورة رائعة بصورة ممتازة. هذه المساحات التي يبعد عنها جارث بيل. وين المهارة جارث بيل؟ مارغريت بيل والتسديدة سلام يا جارث بيل سلام يا جارث بيل. انطلاقة فمهارة فلقاء مع الشباب فابتسامة للريال في حضرة الرائع جارث بيل يدون البهجة الثانية لريال مدريد. لقطة لا تترك له المساحات لا تترك له المساحات. جارث بيل انطلاقة بصورة ممتازة ومرور بصورة رائعة وبعد ذلك هو عارف درب الشباك عارف وحافظ درب الشباك يضع جارث بيل انطلاقة في الأمام من جانب جارث بيل وتقدم هنا أمامنا التمريرة داخل منطقة الجزاء لو مر انطلاقة في الأمام ومحاولة للتقدم والكرة العرضية ملعوبة ولكن تمر نقلة إلى المنتصف الكرة العرضية وتمريرة تمر مباشرة داخل منطقة الجزاء منتصف الملعب حاول حول منطقة الجزاء وهنا كريم بنزيما والتسديدة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. التألق من روبن أوليسون في التصدي للكرة الماضية لقطة كانت فيها الخطورة لمسة بصورة جميلة جدا والتسديدة بعد ذلك من جانب بنزيما ومرت كرة تمريره والعرضية مرت الكرة الماضية بعد فاصل مهاري رائع من لاعبي ريال مدريد وتمريره إلى منتصف الملعب إسكو مبعد الكرة وعائدة مباشرة هنا محاولة للتقدم والتسديدة ومرت الكرة الماضية. داني حاول في اللقطة الماضية ولكن مرت مباشرة كرة داني حاول كانت كارفخال محاولة التقدم باستوري داخل منطقة الجزاء باستوري وأو مهند الجالي وللكابتن حسين عموتة التحية لكم أيها روما ايضا عديد التبديلات التي اجراها تقدم هنا امامنا واشاره الى في اللقطه الماضيه من كريم بنزيما ما زالت الكره بحوزه بنزيما تعود الى اسينسيو داخل منطقه الجزاء حاول ما زالت انطلاقه في الامام وكره ملعوبه العرضيه داخل منطقه الجزاء الثلاثي الذي دخل الى داخل ارضيه الملعب ملعوب الكره حول منطقة الجزاء محاولة للتقدم هنا أمامنا لكن تمر بعد ذلك ما زالت الكرة قائمة هنا التمريرة يا سلام داخل منطقة الجزاء حاضر أمامنا والتمريرة ملعوبة تسديدة يا سلام سلام يا جوني لقطة رائعة قلنا
قلنا لهذا اللاعب ينتظر منه الكثير ويتوقع أن يقدم الكثير والكثير مع ريال مدريد. لقطة كارت موجودة أمامنا وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء وفي الجول. أخيرا يأتي الهدف لنادي روما، أخيرا يأتي الهدف لنادي روما، تسديدة مباشرة في المرمى معلن عن هدف طال انتظاره يا كيفن ستروتمون، هدف طال انتظاره.